هذه المعركة حيث معرفة كل شيء. تفاصيل دور السيوبر الأوروبي الجديد ومن هو صاحب الفكرة. منذ يوم أمس وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن تأسيس دور السيوبر الأوروبي الجديد من قبل 12 نادي أوروبي يصنف على أنهم الأكبر في القارة بأكملها بموافقة جماعية هدفها إنشاء نظام جديد وإنهاء كل من بطولة دوري إبطال أوروبا ودوري الأوروبي. ويتدعم هذا الأمر نادي ريال مدريد الذي يمتلك 13 لقب في البطولة وكان في طريقته إلى 14. صاحب فكر دور السيوبر الأوروبي الأمر ليس جديد، فقد أشار إليه منذ عدة سنوات. ففي عام 2009 قام رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بطرح هذا الأمر، وقد تم رفضه. وتحدث عنه أيضا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني. لكن يمكن اعتبار شركة ميديا باريت نيرز الإيطالية هي أول من تحدث عن هذه الفكرة في عام 1998، والتي لم تلقى ترحاب من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي عمل في هذا الوقت على توسيع رقعة بطوله دوري أبطال أوروبا لتضم عدد أكبر من الأندية وتزيد شعبية البطولة. من أين جاءت فكرة دور السيوبر الأوروبي؟ في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد دور السيوبر الأوروبي لكرة السلة، والذي يضم عدد من كبار أندية السلة يشاركون معا في بطولة مغلقة لا يوجد بها صعود أو هبوط، تظل كما هي في كل موسم مع بعض الاستثناءات لإضافة أندية جديدة. إعلان دور السيوبر الأوروبي. جاء الإعلان عن تأسيس السيوبر الأوروبي من خلال قيام 12 نادي بالانسحاب عن رابطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما يعني انسحابهم من بطولة دوري إبطال أوروبا ودوري الأوروبي مدى الحياة، وانتقالهم إلى تأسيس بطولة جديدة تسمى دور السيوبر الأوروبي. الأندية المشاركة في دور السيوبر الأوروبي، على الرغم من أن المقترح الرئيسي تم تقديمه من قبل رئيس نادي ريال مدريد بيريز، والذي يعتبر هو رئيس رابطة دور السيوبر الأوروبي حاليا، إلا أنه لا يعتبر في الوقت الحالي مؤسس دور السيوبر الأوروبي بشكل منفرد، وإنما هناك 12 نادي مشتركين معا في بيان التأسيس حتى الآن، وفي انتظار أن يصبح العدد 15 لكي يبدأ العمل على البطولة. وهذه الأندية هي ريال مدريد، برشلونة، أتليتيكو مدريد، ليفربول، مانشستر سيتي، توتنهام، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، يوفنتوس، إنتر ميلان، أي سي ميلان،
ومن المتوقع أن ينضم كل من بايرن ميونخ الألماني وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي. شرح بطوله دور السوبر الأوروبي بالأمر بسيط. البطولة تتكون من 20 فريق، منهم 15 نادي أساسيين وهم المؤسسين الذين أشرنا إليهم سابقا، ويضاف إليهم 5 أندية جديدة في كل موسم يتم اختيارهم بناء على أدائهم وتصنيفاتهم في كل موسم لكي يكتمل العدد. ويبدأ نظام البطولة على النحو التالي: يتم تقسيم 20 فريق إلى مجموعتين، بحيث يصبح في كل مجموعة 10 أندية. هذه 10 أندية تتقابل فيما بينها بنظام الذهاب والعودة وحصد النقاط. في نهاية المجموعات يتم تأهل صاحب المركز الأول والثاني والثالث من كل مجموعة إلى الدور التالي، فيما يتقي كل من صاحب المركز الرابع والخامس في مبارف أصله في كل مجموعة لكي يتأهي فريقين إلى الدور التالي. بذلك يكون هناك 8 فرق يتقابلون بنظام المواجهات المباشرة في دور الثمانية. يتأهل منهم 4 فرق يلاعبون بعضهم بنظام المواجهات المباشرة في دور إلا 4. وتتقابل هذه 4 أندية بنظام المواجهات المباشرة، ويتأهل منهم فريقين للمباراة النهائية. الهدف من السوبر ليج التخلص من قانون اللعب النظيف بعد أن انتشر فاير وسكورونا في العام بأكمله. تأثرت لعبه كرة القدم بشكل كبير، خاصة الأندية التي لم يصبح لديها عائد كافي ليغطي نفقاتها، فاللعب لم يعد لها جمهور في المدرجات، مما قد يخفض من شعبيتها وأثر ذلك على حقوق البث، مما يعني أن عائدات البث للأندية أصبحت أقل. هناك عدد من الأندية أصبحت مهددة بالإفلاس، كما نادي برشلونة الإسباني، وهناك أندية أخرى تعاني بشكل كبير نتيجة المصروفات الباهظة للاعبين. وفي المقابل نجد أن اتحاد الكرة الأوروبية يضع قانون اللعب النظيف عائق أمام الأندية من أجل تعويض مثل هذه الخسارات، كما أن بعض المعلنين أصبحوا الآن ينسحبوا من سوق الإعلانات في كرة القدم. وفي النهاية اتضح أن الوضع الاقتصادي الحالي للأندية جيد ولك في ظل الظروف العادية، ولكن في حالة حدوث مشكلات مثل انتشار فيروس جديد فإنه يؤدي إلى وجود عجز مالي كبير في الأندية. الخروج عن نمطية توزيع أموال دوري إبطال أوروبا، على الرغم من أن بطولة دوري إبطال أوروبا تقوم بتوزيع الأموال بشكل عادل بين الأندية الفائزة في كل جولة، إلا أن هنا تأتي المشكلة الكبرى: الأندية الكبرى حين تصعد من دور إلى آخر تحصل على نفس العائد المادي الذي يحصل عليه الفرق الصغار، ومن هنا تكون المشكلة في مصروفات الأندية الكبرى، وهي مصروفات كبيرة
والعائد مساوئ للأندية التي لا تضخ نفس الكم الهائل من الأموال سنوياً. وعلى سبيل المثال، في حالة مواجهة فريق من الكبار مثل ريال مدريد وبرشلونة مانشستر يونايتد وغيرهم مع فريق متوسط مثل بورتو، فإن المعلنين يضعون أموالهم لوجود الفرق الكبير وليس للفرق المتوسطة، وبالتالي لا يمكن أن يتقاسم كلا الفريقين نفس المبلغ المالي. سقوط الكبار في الوقت الحالي، ظهرت الكثير من العثرات للأندية الكبرى، وذلك مثل مانشستر يونايتد وإي سي ميلان وغيرهم، ولم يعودوا قادرين على المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في كل عام، على الرغم من أنهم من الأندية ذات الجماهيرية الكبيرة، حتى وأن شاركوا فإن خروجهم من البطولة أصبح مسألة وقت لا أكثر. وفي النهاية، حين تشارك أندية صغيرة لموسم أو اثنين، فإنهم يحصلون على عائد مادي كبير يجعلهم من الفرق الكبيرة ماليا والصغير شعبيا، مما يعني صعوبة المنافسة من جانب الأندية الكبرى. ولذلك فإن مثل هذه الأندية تسعى لكي تصبح في كل موسم مشارك أساسي في البطولة الجديدة دون معاناة. أرباح دوري السوبر الأوروبي، في البداية 15 نادي المؤسسين لهذه البطولة سيحصلون على مبلغ 3.5 مليار دولار، وذلك من أجل مواجهة الأزمات التي تعرضت لها نتيجة فيروس كورونا، وكذلك سيحصلون على 350 مليون يورو دفعة واحدة، وذلك مقابل الالتزام باللعب في هذه البطولة. ورغم ضخامة هذه الأرقام، إلا أن الأمر لا يتوقف على هذه الأرقام فقط، وإنما أيضا هناك أرباح أخرى في كل مباراة تقام، وفي حالة الفوز وفي حالة التأهل إلى ربع النهائي وإلى نصف النهائي. عيوب دوري السوبر الأوروبي، العيب الأكبر في هذه البطولة هي فكره القضاء على بطولة دوري أبطال أوروبا بتاريخها العريق. المبالغ المالية التي سيحصل عليها الأندية المؤسسة ستجعلها هي الأغنى عالمياً، وصعوبة المنافسة معا من الأندية المتوسطة. أغلب اللاعبين سيفكرون دائما في الانتقال إلى هذه الأندية فقط دون غيرها، حتى وإن كان سيظل على مقاعد البدلاء مدى الحياة. ستضعف بطولات الدوريات المحلية نتيجة ضعف المالي لباقي الأندية التي تشارك في هذه البطولات. من المتوقع أن يتم بث هذه البطولة على الإنترنت فقط، وهذا يعني أن قنوات التلفاز المخصصة لبث المباريات غالبا ما ستغلق في المستقبل. على الرغم من البطولة ستكون قوية بشكل كبير في البداية، إلا أنه مع مرور الوقت قد تشعر ببعض الملل مع فكرها أن تشاهد مباريات قوية
كل أسبوع في المستقبل سيصبح بعد ذلك عادي والمباريات العادية تصبح مملة. في النهاية نترك لك الرأي، هل دور السوبر الأوروبي سيكون أفضل من دور الإبطال أم أنه سيتحول بعد ذلك إلى بطولة مملة وأدنى من المستوى المطلوب؟ فقط متوفر بها أموال خرافية.